تشجيعات سيد رئيس الجمهورية على البذل المزيد من الجهد والعمل من أجل فرض تواجد الاقتصاد الجزائري المنتعش على الساحة الدولية، وكذلك من أجل استغلال كل الظروف المتاحة بحكم انضمام الجزائر أو عضوية الجزائر الأصلية والأصيلة إلى منطقة التجارة الحرة في العالم العربي، منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وكذلك شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة وجعل الاقتصاد الوطني يرتفع في حجمه. لدينا علاقات صداقة طويلة، وقد قمنا بمشاريع عديدة في الجزائر عبر شركات كرواتية. هذه المشاريع تمس الماء الشروب وبناء السدود. محادثتي مع زميلي العمامرة تطرقنا فيها إلى تقوية مناخ الأعمال بين البلدين في مجالات عديدة. هناك شركات كرواتية حاضرة اليوم متخصصة في الصيد البحري وتربية المائيات وصناعة السفن، إضافة إلى شركات متخصصة في الاتصالات والصحة والإنتاج الطاقوي.